مرة أخرى أبناء النخيل يعجزون عن الفوز وعن إسعاد الجماهير، هذه المرة أمام المتزعم أولمبيك خريبكا. هنا وسام البركة انتظر الخطأ فكان نصيبه البطاقة الصفراء. بعد ذلك تحركت الآلة الهجومية للفريق المحلي وفرصة ضائعة أمام أنظار اللاعب البلجي. الزاكي رق الدفاع وكأن إحساسه أخبره بقرب الفرج الذي أخطأته رأسية عبد الله جليدي، لكن سمير الزكرومي ناب عنه في مغازلة الشباك بهدف جميل. غلة الكوكب كادت أن تزيد لولا أن تسديدة الدردري أصابت الهدف. بعد ذلك اندفع أبناء الفوسفات، محسن عبد المومن يعلن عن نفسه وحمزة بودلال في المكان المناسب. وسام البركة كادت أن تحل بركته في آخر الأنفاس لكن دون جدوى. الجولة الثانية بدون مقدمات، جاء الفرج للفوسفاتيين عن طريق اللاعب أشريف بعد عمل مضني لبكر الهلالي. هذا الهدف حرك أشبال الزاكي بغية جبر الضرر، لكن التركيز والحد خان لاعبي الفريق. لوسيكا لم يقف لاعبو مكتوف الأيدي، بل كاد سمير أيت به أن يعمق الجراح لولا براعة الحارس حمزة بودلال الذي استبسل في الحفاظ على شباكه ورسم لوحات جميلة.